كان في زمان كده، كان في زمان فيلم اسمه مطاردة غرامية، فاكرينه طبعا، فيلم لذيذ جدا للأستاذ والفنان الكبير عبد المنعم مدبولي لما كان بيجسد دور دكتور خشبة، وجاله واحد عايز يخلص من عقدة. فدكتور خشبة قال للواحد ده، قال له ايه؟ قال له طول ما انت كده قاعد قول انا مش قصير، انا طويل وايه، انا مش قصير، انا طويل وايه كده، فاهمين؟ لغاية لما يعني ابتدى يخلص من العقدة، وهو خارج من العيادة راح قال له ايه، قال له يا ابني اسكت انت ساكت ليه، ما تقول. قعد يقول تاني، زاد 5 سنتي على رأيه يعني. ففي كل الأحوال الموقف ده فكرني بموقف واحد، الأهل يعمل له عقدة مش طبيعية، ربنا يسامحك يا قفشة، ربنا يسامحك يا ابني، طول ما هو ماشي عمال يقول القاضية ممكن، القاضية ممكن، القاضية ممكن، طول ما هو ماشي أي جون يجي في الدوري بقى، لا أهلي ولا زمالك ولا أي حد، ولا القاضية ممكن، القاضية، يا عيني اتعقد، يا عيني اتعقد من يوم 27/11 السنة اللي فاتت لحد دلوقتي، هو كل شوية على أي جون يجي في الدوري، سواء بقى جه في الأهلي أو الأهلي جابه أو الزمالك جابه أو الإسماعيلي، أي حد يجيب أي جون يقول لك القاضية، هي دي القاضية ممكن. فده إن ده اللي يدل على إيه؟ يدل على إنه اتعقد من الجون ده، وهو بيحاول إن هو يقلل من قيمة الهدف ده، ومش هينجح ولا عمره هينجح، لأن قيمة الهدف ده معروفة، هدف مش هيتكرر، هدف تاريخي، هدف القرن في نهائي القرن، هو فعلا قضية قضى على حاجات كتير جدا، الجون ده قضى على حاجات كتير جدا، وأثر على نفسية الشخص ده بشكل كبير قوي 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 يعني، خلاه عنده عقدة من الأهلي، هي كده عقدة كده كده موجودة عنده، وعقدة من الهدف ده، بدليل إن هو عامل زي ما الدكتور خشبة قال للراجل اللي جاله، قول أنا مش قصير أنا طويل، أنا مش قصير أنا طويل، هو طول ما هو ماشي عمال يقول لك إيه القاضية ممكن، القاضية ممكن. فحاجة بصراحة غريبة جدا يعني. في كل الأحوال، في كل الأحوال أنا حبيت أتكلم في الحتة دي ليه؟ عشان تبقوا فاهمين وتبقوا عارفين إن ماتش للأهلي بمستوى قليل أو بالنتيجة سيئة ما يقللش إطلاقا من الفرقة دي، لأن الفرقة دي أديكوا شفتوا عملت إيه في واحد مثلا من الناس. الفرقة دي جابت بطولات قد إيه للأهلي؟ الفرقة دي بشخصية كبيرة جدا تتناسب مع شخصية النادي الأهلي. فاحنا مستنيين منهم المزيد والكتير خلال الفتره اللي جايه، بطولات اكتر باذن الله يحققوها لجمهورهم اللي دايما في وراهم ودايما بيدعمهم ودايما بيساندهم. دي جزئيه مهمه. خلينا نتكلم في حاجه جديده احنا عاملينها لحضراتكم النهارده، وهي خاصه بان احنا خلال الفتره الجايه يوم او يومين في الاسبوع كده فقره جديده